التقينا هذا اليوم بالحاج عبد بري التميمي في هذا العام عام 2020. الحاج أبو نجيم عاصر الملكية، عاصر الملك فيصل الأول والملك غازي والملك فيصل الثاني رحمهم الله جميعا. والحاج أبو نجيم كان عسكري بال51 في معسكر منصورية الجبل. الحاج أبو نجيم شارك في حرب 48 ضد الكيان الصهيوني وسنة 56 ضد العدوان الثلاثي فرنسا وبريطانيا والكيان الصهيوني، وشارك في حرب 73 وكل المعارك هذه. الشيخ أبو نجيم اختار الأمر الحرس الملكي 50 شخص من معسكر منصورية الجبل بسبب طويل القامة. نعم إلى خدم وياه. نعم بسبب طويل القامة وبمواصفات الحرس الملكي. هذا سريته الأولى. نعم. سريته الثانية، سريته الثالثة للملك فيصل الأول. ثلاث سرايا، سريته الأولى والثانية أنا بالثانية والثالثة والرابعة هذول. هذا للملك، حماية للملك وهذا الملك. سلام. يفوتون ياكلون ويشربون وياهم هو. حجي شنو كان اكلهم ياكلون؟ اشياء بسيطة؟ اي والله بسيطة. نعم حالهم حال الشعب. الله وكيلك ماكو. لا غزال ولا هذا. لا كذب. كذب احنا يا حج الملكي احنا شو؟ الحجي عاصر ويا الملك قضاها عسكري ويا الملك. قضيته ويا الملك حجي. بس. حارس الشخصي للملك. بس. قصر الزهور وقصر الرحام. قصر الزهور وقصر الرحام. والثلاث الملكي في الكسرة. والمقبرة دفنتهم كلهم ما حد يسد. بارك الله فيك حجي. المقبرة الملكية. ايه. فيصل الثاني وملكة عالية. هذول كلهم والملوك كلهم كل. بارك الله فيك. كلهم على طول. كم رمزوج؟ نعم. الحجي مرة اثنين وعندي احفاد ما شاء الله. بس عائلته 100 نفر. اي ما شاء الله. صح. ما شاء الله. مبروك. 100 بس.